مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة على خرائط درجات الحرارة لهذا اليوم. بنلاحظ وجود هناك كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا تؤثر على المملكة وخاصة المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، وتمتد تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى والشرقية وكذلك الجنوبية من المملكة. هذه الكتلة الهوائية الدافئة سيكون تأثيرها يومي الأربعاء وحتى ظهر يوم الخميس أيضا، لكن مساء يوم الخميس هناك كتلة وصباح يوم الجمعة هناك كتلة هوائية باردة ذات اللون الأصفر والأخضر اللي تمثل درجات الحرارة الأبرد، تندفع باتجاه المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، وبالتالي سيطرأ انخفاض واضح على هذه المناطق على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، الأحوال الجوية المتوقعة في الرياض أحوال جوية لطيفة صافية لكنها تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر. الصورة المتوقعة 14 درجة مئوي، الملموس بحدود 12 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في مدينة الرياض، الخميس أجواء معتدلة مشمسة ومعتدلة بالنهار، درجة الحرارة العظمى بحدود 29 درجة، أجواء لطيفة ليلا الصغرى 19، ويوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا مع ظهور بعض السحب العالية، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 33 درجة، وأيضا الأجواء في أثناء الليل في الرياض يوم الجمعة بتكون أجواء لطيفة، درجة الحرارة الصغرى 21 درجة مئوي، لكن يوم السبت تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مرة أخرى، وبالتالي تكون الأجواء يوم السبت مشمسة معتدلة بالنهار لكنها لطيفة بالليل، العظمى المتوقعة 31 والصغرى المتوقعة 15 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة العربية السعودية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في إسكاكا وعرعر، وأجواء مشمسة، درجة الأجواء مشمسة معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة في إسكاكا 29 الصغرى 12، في عرعر العظمى 26 والصغرى 13، في تبوك الأجواء راح تكون مغبرة ودرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 9 درجات مئوية. المناطق الغربية بتكون أجواء معتدلة ما عدا مكة المكرمة بتكون الأجواء حارة نسبيا، المدينة المنورة أجواء مشمسة تخللها ظهور بعض السحب العالية، العظمى 29 معتدلة بالنهار لكنها لطيفة ليلا، الصغرى 17، جدة أيضا معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 29 والصغرى 21، مكة المكرمة أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة ليلا، العظمى 35 والصغرى 21، الطائف لطيف معتدلة نهارا لطيفة ليلا، والعظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء معتدلة بشكل عام بالنهار لطيفة بالليل، الباحة 21-14، أبها 23 إلى 14، جازان 29 إلى 26 درجة مئوي. المناطق الشرقية من المملكة أجواء معتدلة مشمسة نهارا، العظمى المتوقعة في الدمام 26، الأجواء بالليل لطيفة والصغرى 17، حفر الباطن وأجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا، العظمى 31 والصغرى 19، الإحساء أيضا أجواء مشمسة معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوي. المناطق منطقة الرياض والمناطق الوسطى حائل في احتمال لسقوط بعض الأمطار أو الزخات المتفرقة من المطر أحيانا، أجواء غائمة جزئيا، العظمى 28 والصغرى 15، بريدة مشمسة نهارا
والعظمى 32 والصغرى 18. الرياض مشمسة نهارا وأيضا معتدلة ولطيفة ليلا، العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم أوقات سعيدة ولكم أجمل تحية من طقس العرب.